هذا واختلفت ردود الفعل لنواب المجلس الوطني التأسيسي بخصوص ملف الإرهاب، فما شكون طالب بتمكين العناصر الأمنية من وسائل العمل والحماية، وفما شكون اعتبر أن ملف الإرهاب يتجاوز كل الحسابات والتجاذبات الحزبية لأنه يحط مصير البلاد في الميزان. أكثر تفاصيل مع دواج عويدني. اتخاذ اجراءات عاجله فيما يخص مراجعه القوانين الاساسيه لرجال الامن حتى يتمكنوا. عندي فيهم الثقه انهم قادرين على اسباب الامن في البلاد وردع هؤلاء، لكن لابد من مراجعه هذه القوانين حتى نعطيهم الضمانات الكافيه لذلك. انهم مقيدين بقوانين جائره، معناها جائره ضد المواطنين وجائره ضد الامنيين ايضا. من ناحيه اخرى الامن اللي مشكور يحاول باش يدافع على البلاد، الامن في عوض نبعثوه لجبال الشعامبي، هو مستعد لذلك، رجال الامن والجيش نبعثوا فيهم شاطئ الحمامات باش يحميوا الدعاة. من ناحيه نخسروا امنيا، ومن ناحيه اخرى نخسروا اقتصاديا. الاعلام والسياسيين والمجتمع المدني والدوله بكل مؤسساتها كلها اليوم كما في الخارج، الخارج راهو وقت تجي تهديد الامن القومي تتنسى الخلافات الكل وتتحط المصلحه العليا. اليوم هذه كلمة وجهها لكل شبابنا وكل المسؤولين متاعنا، راهو اليوم أنا مشني نهضاوي وإلا لأخر جبهة ولا لأخر نداء ولا أي انتماء آخر، اليوم رانا توانسة وتوانسة صنعنا ثورة، والثورة أمامها تحدي كبير الإرهاب. إذا معناها توطن التنمية راحت والاستقرار راح، ونحن ما حشناش أن بلادنا تعيش هل لا قدر الله الفاجعة هذه.